وإلى فيردان مع زميل إبراهيم مهبي لموافاتنا بآخر الأخبار حول احتمال إلغاء الدوري اللبناني لكرة القدم. إبراهيم، هل من قرار بهذا الشأن؟ مساء الخير كاترين. طبعا يعني الأجواء أمام مقر الاتحاد اللبناني لكرة القدم، الحدث الأبرز اليوم هو العنوان اعتصام أمام مقر الاتحاد اللبناني لكرة القدم رفضا لإلغاء بطولة لبنان الدوري اللبناني وإيقاف الدوري اللبناني لكرة القدم. مثل ما معروف بطولة لبنان فيها لاعبين إداريين من كل النواحي عم بيكونوا اليوم عم يرفضوا هالقرار، لأنه هيدي الأزمة أزمة معيشية بتمس حياتهم والأوضاع الاقتصادية مثل ما بنعرف يلي عم بمر، وقف كل النشاطات الرياضية. من أجل هالشيء اليوم هناك اعتصام أمام مقر الاتحاد، الساعة 2 رح يكون في جلسة بين الاتحاد اللبناني لكرة القدم وأندية الدرجة الأولى يلي بعضها أو معظمها عم يرفض استكمال الدوري. اللاعبين اليوم حضروا ليقولوا يوصلوا صوتهم. كابتن، يعني اليوم معنا عباس عطو يونيجا، شو سبب تحرككم اليوم وشو مطالبكم الأساسية؟ السبب الرئيسي أنه نحن ما بدنا يلتغى الدوري، لان اذا التغى الدوري استاذ ابراهيم بتعرف انت وضعنا، نحن عايشين من ورا اللعبه. هلا مني وعلي انا عمري 35 سنه، يعني انا جاي كرمال هذا الجيل اللي طالع هلا جديد، شو بده يقول عننا بكره بس التغى الدوري؟ ما عادش في فوتبول، حرام. نحن في اجيال طالعه على مستوى عالي، ليش بدنا نحرم هذا الشيء؟ الانديه اللي ما معها مصاري تهدي علينا شوي، في انديه عم تدفع مصاري كثير حرام، وفي ناس عم تدفع بهيدي اللعبه ومقهوره وكذا، بتيجي انت رح تلغي البطوله. نحن على راس الوضع بيقرف بالبلد، ما بدنا نكذب على بعض، بنهدى شوي بس مع انه يتكمل الدوري، بدنا نكمل الدوري كيف ما كان، نحن مع الاتحاد بس بدنا نكمل الدوري، نحن جايين نشد عايد الاتحاد ياخذ قرار يضرب بيد من حديد، نحن هذا المتنفس الوحيد لنا بلبنان. صح، خلينا ناخذ اراء كابتن احمد. يعني اليوم عم نشوف الانديه تعاني من ازمه ماليه كبيره وعم تقول انه نحن مش قادرين نكفي الدوري، وعلوا الصوت ووصلوا رسالة. انا معك، هي هيدي الازمه مش من هلا، هي الازمه هيدي دائما موجوده بكل سنه بكثير فرق. نحن ما عم نحدد فريق معين او فريق واحد هو اللي بده يلغي هيدي او ما بده يلعب الدوري، نحن عم نعمم على الكل انه نحن مش معكم بفكره الغاء الدوري اللبناني، نحن جينا اليوم دعما للاتحاد اللبناني لانه هو ملجا اللاعبين، نحن جينا لنكون كلنا ايد وحده نحن وياهم ومع الفرق انه نتفق على قرار واحد انه يكون في دوري، يكون في فوتبول، هيدي لعبه الفقراء، هذا المتنفس الوحيد بهذا البلد، ما فيهم فجاه يلغوه، هي الازمه الماليه مش من هلا ولا من صار فتره ودائما عم بكل سنه عم بيعاني منها، فالموضوع مش بحل انه هو الغاء كره القدم، بالعكس نحن ما نتفق كلنا ونكون كلنا ايد وحده لنوصل لحل وحيد وهو انه نلعب فوتبول هذه السنه ان شاء الله ونكمل. شكرا. ايضا الكابتن حسن معتوق كابتن منتخب لبنان وطبعا موني معنا. حسن، اليوم الصرخه يلي عم تعملوها اليوم في وجهتين نظر، وجهه نظر بتقول انديه اصبحت شبه مفلسه اذا صح التعبير، وانتم بالمقابل كلاعبين عندكم مطالب شعبيه. صحيح مثل ما قلت، بعتقد هي خطوه اللاعبين بين بعض كتير منيح التجمع اليوم هون. طبعا هو التجمع مش ضد حدا بس لحتى نحن نسجل موقف، بس انه هي صعبة انك تنحرم من هيدي اللعبة. هيدي اللعبة هي بعتقد بكل هموم البلد والناس وهموم الناس بتضل العالم بتتنفس من وراها. يمكن بكل ظروف البلد تلاقي الناس عم تشجع عم تحكي بالفوتبول، فهيدي شغله كثير مهمه. طبعا بغض النظر انا بدي احكي بشيء اهم من موضوع انه الناس عايشه من وراء هيدي اللعبه، وفي كل اللعيبه بعتقد ممكن تنأذى من الناحيه المعيشه. انا بدي احكي بشيء اهم، هو انك انت وقت ما يكون في فكره تاجيل او انك الغاء هيدي مصيبه وهيدي تدمير للعبه. هلا انت بتوقف كلاعب بتوقف شهر، بدك فتره طويله ترجع لوضعك الطبيعي البدني لمستواك الطبيعي. اذا عم اقول لك بتوقف شهر كيف بس حسن بصراحه اليوم هل لبنان قادرين نلعب كره قدم فيه اليوم؟ كثير عم يسأل هيدا السؤال. بعتقد وصلنا مرحلة مباريات المنتخب لعبناها، بده يكون في حلول من الكل، الكل بده يضحي لحتى تمشي هيدي اللعبة، لأنه توقف لعبة كرة قدم ببلد هيدي مصيبة، تدمير للعبة وتدمير للاعبين. يعني وقت ما أنت عم تيجي تقول الدوري واقف سنة، الموهبة هيدا الموهبة الصغيرة اللي هلا طالع قديش الدوري
حتى مستوى اللاعبين حيرجع لورا وبدك وقت كتير لحتى ترجع بالوضع الطبيعي لوضعك الطبيعي لحتى ترجع اللعب لوضع لمستوى الحقيقي. حيأثر على اللاعبين وعلى المنتخب وكل ظروف المنفية اللاعب. شكرا على أمل توفيق. فادي كمصورين اليوم بدي أخذ كاترين رأي المصورين كمصورين اليوم قديه متأذين من هيدا الوضع كمان. لك نحن كمصورين يمكن المتضررين من أجواء اللعب اللي توقفت. يمكن اللعبة إذا رجعت يمكن نرجع نروح شوي للبلد ترجع شوي العالم من الضغط النفسي اللي عايشينه. كمان في عندك كتير عيال عايشة من وراء الفوتبول، عندك تقريبا بحدود 800-900 لاعب، هدول عندهم عيال وعندهم أشياء كتير شخصية مرسوها بالبلد. فالمفروض انه يرجع الدوري، يرجع الدوري ان شاء الله، وكنا امل فيه انه رؤساء الانديه انه يوافقوا انه يرجع الدوري ان شاء الله. شكرا لك فادي. اذا موني بس بدي اخذ كاترين راي اخير للاعب نادي الانصار. نعم برايك موني. موني يعني اليوم اللي عم ينحكى فيه انه عن الغاء الدوري بالمقابل في انديه شبه مفلسه، اليوم انتم كلاعبين شو الاساس، شو مطالبكم الاساسيه؟ هلا نحن قبل حالة الدوري ومعظم الأندية كانت عم تعاني من الأمور المادية، هلا بدها توصل لأمور إنه يلتغى الدوري، هذا الشيء معيب بحق كرة القدم اللبنانية. وبالنسبة كمان لأمال المنتخب بتأثر سلبيا على المنتخب. نحن جينا نسجل موقف هون بس كرمال الاتحاد ياخذ بعين الاعتبار وممكن الأمور تصير ويكون الدوري ماشي بأمور، يعني ممكن ياخذ قرار من دون أي جمهور، من دون جمهور. بس أهم شيء إنه ما يلغي الدوري نهائياً عشان هذا الشيء بتأثر على اللاعبين وعلى أرزاق اللاعبين. أكيد. شكرا كاترين. إذن هيدي هي الأجواء أمام الاتحاد اللبناني لكرة القدم يلي رح يحقد جلسة مع رؤساء أندية الدرجة الأولى بعد حوالي نص ساعة. أي شيء جديد أكيد رح نكون ونحطكم بالأجواء. مطالب اللاعبين وكل من يعمل في ميدان لا. كرة القدم هي عدم إلغاء بطولة لبنان لكرة القدم. بالمقابل أندية عم تقول عندها مشاكل مادية وبالإضافة للظروف الأمنية والأوضاع الاقتصادية اللي عم بمر فيها لبنان. أي جديد أي تطور؟ يعني إبراهيم هذا الاجتماع يفترض إنه يتم بخلال اتخاذ القرار النهائي بإلغاء أو عدم إلغاء الدوري اللبناني. للأسف ما عم بيسمعنا زميل إبراهيم وهبي، كان معنا مباشرة من فيردان. والآن نعود إلى ساحة الشهداء مع الزميلة إبراهيم. بعدك معنا؟ نعم إبراهيم معك كاترين. نعم كنت عم بسألك إذا هيدا الاجتماع المرتقب يعني عم تقول بعد حوالي نص ساعة يفترض أنه يصدر عنه القرار النهائي بإلغاء أو عدم إلغاء الدوري اللبناني لكرة القدم. صح كاترين، هو الاجتماع بعد حوالي نص ساعة لوضع الحلول النهائية، يعني مثل ما معروف انه من بداية الثورة ب 17 تشرين الاول وحتى هذه اللحظة بعد ما في قرار في تأجيل دائما لمباريات الدوري اللبناني لكرة القدم. لحد اليوم ما في بطولة، متوقفة تقريبا 40 يوم على توقف الدوري اللبناني. الاجتماع اليوم هو لاخذ القرار النهائي، علما بين هلالين كاترين انه كانت عدة اندية بالدرجة الاولى راسلت الاتحاد اللبناني لكرة القدم وطلبته بإلغاء الدوري حتى العام المقبل نظرا للأوضاع المادية الصعبة اللي عم تمر فيها الأندية. مثل ما معروف انه هناك لاعبين اجانب، هناك لاعبين لبنانيين يتقاضون رواتب عالية، وهيدي الشيء اثر على الأندية، على سبونسر بالبلد، على كل شيء عم بصير. فهيدا الاجتماع هو لوضع خطة طوارئ اذا بدك من قبل ناديين او ثلاثة عم بيطالبوا ببقاء الدوري، ومعظم أندية الدرجة الاولى تطالب بإلغاء الدوري. الاجتماع لأخذ قرار نهائي لمعالجة هذا الموضوع كاترين.